مساء الخير على كل مشاهدين، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. هكون مع حضراتكم من خلال الفقره الاولى من البرنامج واهم واخر الاخبار. زي ما تعودنا دايما مع كل مشاهدينا بنبدا حلقتنا باهم المنشطات اللي ظهرت في الصحف اليوم. اول خبر معانا، رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الافراج الجمركي عن البضائع في المواني. مجلس الوزراء زيادة عدد المتقدمين للاستثمار في الذهب لأكثر من 108,000 مواطن. سامح شكري ونظيره القبرصي يعقدان مباحثات ثنائية بالقاهرة. شكري: مصر وقبرص حريصتان على تعزيز العلاقات الثنائية بكافة المجالات. وزيرة التضامن: 5,000 فرصة تدريب مجانا للشباب تؤهلهم لدخول سوق العمل. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بالجيزة دون تصريح وغرامة 5,000 جنيه للمخالفين. بعثة الحج: استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذي الحجة بعد غد الخميس. وأخيرا الأرصاد: زيادة تأثير كتل الهواء شديدة السخونة ودرجة الحرارة تصل 40. بعد ما كده قرأنا قراءة سريعة لأهم المنشطات اللي ظهرت النهاردة، نبدأ مع حضراتكم في تحليل بعض هذه الأخبار. أول خبر معانا، رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهب. مدبولي: نحرص على نتائج التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب لتوفير فرص استثمارية غير تقليدية للمواطنين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق. عشان نتعرف أكثر على الخبر ده، معي على الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. ولو احنا بنقول أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل، شايف حضرتك دلالة زيادة عدد المستثمرين في الذهب في الفترة دي تحديدا؟ وطبعا الاستثمار في الذهب ده استثمار مهم جدا، والمصريين لديهم شغف باستثناء الذهب والحصول عليه والاستثمار فيه، وده اللي دفع الحكومة أن هي تفتح المجال أمام تنظيم عملية الاستثمار في الذهب. والخطوة دي هي خطوة استباقية، لأن لما الحكومة بتنظمها بتضمن تنظيم جيد لهذا النطاق، يعني أفضل ما بتذهب هذه الأموال إلى استثمارات غير مشروعة. من هنا فقد اتجهت الحكومة إلى إنشاء صناديق للذهب. بدأ أول صندوق في 2023، ثم أضيف صندوق آخر في 2023، بدأ أول صندوق في 2022 وهناك صندوق في 2023، وجاري الإعداد لصندوق آخر أيضا. هذه الصناديق نجحت في اجتذاب أكثر من 100,000 عميل، ابتدت تحقق نجاحات، ابتدى المصريين يحسوا أن هذه الصناديق هي آلية للاستثمار بتراعي عيوب الاستثمار في الذهب، لأن الاستثمار في الذهب لغير الخبراء بيكون عندهم في مشاكل متعلقة باختيار لحظة وتوقيت الدخول في السوق، متى يقوموا بالشراء، متى يقوموا بالبيع. عملية الاستثمار في الذهب أصبحت تحتاج إلى خبرات كبيرة وفرها تلك الصناديق، وده شيء جيد. ونجحت هذه الصناديق خلال الفترة القادمة، ومتابعة الحكومة لها يعني بتعبر عن دعم الحكومة لهذا المسار، وأنها حريصة على زيادة حجم ونشاط الاستثمار في الذهب خلال الفترة القادمة، بما يسبب طبعا نجاح أو يعني نقول بنفت أكتر للناحيتين، للمواطن وللحكومة. ومن هنا هي يعني كان كلام الدكتور مصطفى مدبولي، قال هيبقى في توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق. المقصود بده؟ هو مجرد إنشاء الصناديق يعتبر هو إطار رسمي للعملية، ولكن إذا تطلب الأمر وتطلبت الممارسات أن يكون هناك تنظيم ينظم هذه السوق وينظم الحقوق المتعاملين في هذه السوق، ما بيكونش في مانع لدى الحكومة أن هي تتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لإعادة تنظيمه. فمتابعة رئيس مجلس الوزراء واجتماعه مع رئيس هيئة الرقابة المالية لمتابعة مستجدات هذا الأمر
بيتعلق برصد النجاح، رصد التحديات، متابعه والاستماع الى مخططات التطوير بحيث تكون الحكومه راعيه لهذا النطاق الاستثماري ولديها مرونه في اتخاذ كل ما يلزم تنفيذيا وتشريعيا من اجل انجاح هذا المسار. ايوه طيب، انا معايا خبر ثاني كمان، هو طبعا موافقه مجلس النواب على الموازنه الجديده والاولويه للصحه والتعليم والصناعه والزراعه والتصدير والحمايه الاجتماعيه للفئات الاكثر احتياجا. كلمنا حضرتك عن الموازنه الجديده ومدى ملائمتها للوضع الحالي دلوقتي في مصر. اكيد احنا ده في شهر 6 خلاص بيبقى الميزانيه بتتم تقديمها وبيبقى في ميزانيه او موازنه كمان للسنه الجديده. وطبعا موازنه العام المالي القادم لا زالت بتسير في مسار زيادة الحجم، فحجمها أصبح أكبر لتصل إلى 3 تريليون و 870 مليار جنيه بزيادة حوالي 29% عن العام المالي الحالي اللي احنا موجودين فيه. ولكن هذه الزيادة بتتركز في الأساس على زيادة في مخصصات الأجور لتصل إلى 575 مليار جنيه، زيادة أيضا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 625 مليار جنيه. وده يمكن يعني أنا عايز أركز عليه، أن هناك زيادة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا، يعني ده بيرد على فكرة البعض بيتصور أن التحول أو الدعوة إلى التحول إلى الدعم النقدي معناها رفع الدعم أو إلغائه. بالعكس، أنا بوصله لمستحقيه وبوصل بكميات يمكن أفضل اللي هي بتوازي التضخم. بالطبع، وإحنا شايفين المخصصات مرصودة وموجودة في الموازنة. الموازنة بتستهدف مزيد من الضغط المالي، وضعت حد أقصى للاستثمارات الحكومية، بتستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، وده أكبر مستهدف لفائض أولي بحيث يدفع الدين إلى مسار تنازلي ويسيطر على الدين. الموازنة بتركز على بناء الإنسان، وفرت الاستحقاق الدستوري لمخصصات الصحة والتعليم، لديها مخصصات لدعم المواد البترولية بتتجاوز 154 مليار جنيه، لديها مخصصات 11.9 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، 18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي. الحقيقة الموازنة يعني رؤيتي ليها هي موازنة منطقية، هي موازنة أكثر قربا للواقع، ولكن هو الأهم في عالم متغير هو إدارة الموازنة. يعني الموازنة بالزبط كان لها دور مهم جدا في فترات الاستقرار، وإنها ممكن تكون مرنة بعض الشيء لأن ممكن يحصل تغيرات، يحصل تحديات، إن شاء الله تكون ناجحة ومرضية. بنتكلم على المواطن طبعا وعلى الحكومة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. ده كان أول خبر معنا، لسه مستمرين مع كل مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا، والخبر اللي معانا هو بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري. دكتور سويلم يلتقي رئيس لجنة الري بغرفة الصناعة الفرنسية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة اقتصاد المعرفة منصة بشاير الزراعية. وفي الحقيقة كان في متابعة دقيقة ودائمة لالتزام المزارعين في الأراضي الرملية باستخدام نظم الري الحديث، وده طبقا للقانون. كمان كان في تنفيذ لعدة تجارب في مناطق يعني لزيادة التحول للري الحديث وقياس مدى التأثير الإيجابي على ترشيد المياه وتحسين الإنتاجية المحصولية. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده وأهمية هذا اللقاء، معي على الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ودايما بقول ان يعني مجهودات الوزاره تسير على قدم وساق، واحنا طبعا ده احنا في موسم الحصاد ويعني احتفالات الدوله بكل المحاصيل الزراعيه، ومن هنا طبعا كان لازم يكون في شراكات وفي لقاءات كتير. لو حضرتك تكلمنا عن اهميه هذا اللقاء واهميه كمان التحول للري الحديث لو بنقول في كل الاراضي الزراعيه. هو طبعا قضية وملف التحول للري الحديث وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه هو أحد الموضوعات الهامة جدا اللي بتحظى باهتمام وزارة الموارد المائية والري، وبتحظى باهتمام الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، نظرا لدور الري الحديث في ترشيد استخدام المياه، بالإضافة للمردود الإيجابي اللي بتمثله التحول للري الحديث في تحسين الإنتاجية المحصولية وزيادة العائد المادي لصالح المزارعين في الأراضي الزراعية لما بيتحولوا من
الري الغمر الى الري الحديد. الدكتور هيمس ويلم عقد هذا الاجتماع الهام مع الجانب الفرنسي لمناقشة وعرض مجهودات الوزارة اللي اتحققت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية في مجال الري الحديد. الوزارة كان لها خطوات كبيرة وهامة في هذا المجال خلال الفترة الماضية، سواء من خلال عمل العديد من المواقع الريادية للتحول للري الحديث في عدة مناطق، تجربة في على ترعة بلوخر في أسوان للتحول للري الحديث في زراعة قصب السكر، وغيرها من المناطق الأخرى التي يتم تنفيذها حاليا مع شركاء التنمية. التجارب الريادية دي مهمة لأنها تدينا أرقام واضحة بعد انتهاء هذه التجارب على حجم التحسن اللي بيحصل لكمية وجودة المحاصيل وتقليل تكاليف المبدئية اللي بيتم صرفها في بداية الزراعة زي الأسمدة والطاقة طاقة الرفع المستخدمة في عملية الري وغيرها، وإزاي إن الري الحديث بينعكس بشكل إيجابي على المزارعين. ده بيتم من قياسه حاليا من خلال عدد من التجارب في مناطق ريادية متعددة الوزارة بتقوم بيها حاليا. شق آخر من موضوع الري الحديث وهو الأراضي الرملية اللي هي ملزمة بحكم القانون إن هي تستخدم أنظمة الري الحديث، لأنها ممكن تستهلك مية كتير لو أنا عايزة يعني أعمل فيها الزراعات المطلوبة. بالضبط، هو طبقا للقانون ما ينفعش حد يروي بالغمر في الأراضي الرملية، زي ما حضرتك بتقولي تستهلك كمية مية كبيرة، وعلشان كده لازم كل الأراضي الرملية تستخدم أنظمة الري الحديث بحكم القانون. أيوة. أجهزة الوزارة بالفعل بتعمل مرور على هذه الأراضي وبيتم تحرير محاضر ومخالفات. هو ده المقصود بقى حضرتك بالمتابعة الدورية لاستخدام أنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية تحديدا. بالضبط، ده أمر ضروري جدا، وبحكم القانون لازم يستخدموا أنظمة ري الحديث لترشيد استخدام المية في هذه الأراضي. أيوه. شق آخر مهم جدا إلى جانب الري الحديث، إحنا بنتكلم على بعد هام جدا وهو روابط مستخدم المية. الروابط دي مهمة جدا، وتشكيل هذه الروابط وتفعيل دورها أمر مهم جدا، وخاصة عندنا تحدي في الأراضي الزراعية القديمة وهو تفتت الملكية الزراعية. بنلاقي ملكيات صغيرة، عدة قراريط لكل مالك من ملاك الأراضي الزراعية أو خلافه. الترعة الواحدة ممكن يكون عليها مئات من المزارعين، وعلشان كده بيكون توحيد هؤلاء المزارعين في رابطة واحدة وشخص واحد بيمثلهم بيكون أمر مهم جدا، لأنه أولا بوجود هذه الرابطة بيخلي المزارعين نفسهم اللي على هذه الترعة قادرين يتواصلوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض من خلال حاجة تنظيمية بتجمعهم كلهم. وهل دي عملية سهلة باشمهندس محمد؟ العملية دي سهلة ان انا يبقى في حد ممثل لمجموعة من احنا في المئات من الترع بالفعل تشكل عليها روابط لمستخدمي المية على كل ترعة، بحيث ان كلهم يبقى ليهم مجلس، والمجلس ده ليه ممثل او رئيس بيقدر يوزعوا المية مع بعض. بتسهل عليهم كمان استلام البذور والأسمدة من وزارة الزراعة، بتسهل لهم كمان ان هم يتواصلوا مع الأسواق الكبرى اللي بيبيعوا فيها المحاصيل. بتفرق كتير لما يبقى مزارع لوحده معاه كام إيراد او نص فدان او حاجة، غير ما يبقى مجموعة معاهم 1000-2000 فدان على سبيل المثال او 500 فدان على حسب، طبعا بتختلف من ترعة للأخرى. أيوة. بتفرق كتير في وهم بيستلموا البذور، بيستلموا الأسمدة، بيبيعوا المحاصيل بتاعتهم، حتى بيوزعوا المية بينهم وبين بعض، وأدوار المناوبات بتفرق كتير لما يكون في تنظيم بيجمعهم. أيوة. الحاجة دي طفرة كبيرة حصلت. أيوة. الفترة اللي فاتت في تشكيل عدد كبير جدا من الروابط، ومش كده بس، ده في انتخابات تمت خلال الشهور الماضية، بحيث ان يبقى في ممثلين عن هذه الروابط على مستوى المركز، ثم اتعملت انتخابات اخرى في ممثل على مستوى المحافظة. انتخابات تمت بين المراكز عشان نختار ممثلين للروابط في المحافظة كلها، وبعدين اتعملت انتخابات لاختيار ممثلين عن الروابط على مستوى الجمهورية كلها. أيوة.
أنا شايفة طبعاً يعني عمل بصراحة رائع، وما فيش أي ثغرة وما فيش أي نقطة ما فكرتوش فيها، وإن شاء الله يا رب يكون يعني كل المجهودات دي تكلل بالنجاح. بشكر حضرتك شكراً جزيلاً. المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. لسه مستمرين مع كل مشاهدينا بعد الفاصل. لسه مستمرين مع كل مشاهدينا، والخبر اللي معانا هو بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وزير الزراعة يبحث مع مسؤولي إحدى الشركات العالمية زيادة استثماراتها في مصر. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية على رأس وفد فني من الشركة، وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، وذلك بحضور دكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة. خلال الاجتماع أكد أن الوزارة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر واعد، ومؤكد كمان على التوجيهات الرئاسية بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة وتشجيع القطاع الخاص للدخول في التصنيع الزراعي، وبالتالي الناتج القومي فضلا عن تقليل الفاقد والهدر في المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها. وكمان يمكن كان في من الأخبار الإيجابية في هذا اللقاء أن السيد وزير الزراعة قال أن صادرات مصر الزراعية الطازجة تحقق طفرة غير مسبوقة، وأن الدولة المصرية تشجع أيضا التصنيع الزراعي وتقدم له كافة التسهيلات بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات الزراعية المصنعة. وآخر خبر معانا هو بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزير التعليم العالي والاتصالات يشهدان فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني. دكتور أيمن عاشور يؤكد أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني كجزء من استراتيجيات وزارة التعليم العالي، وأن هناك ضرورة لتوعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية. كمان وزير التعليم العالي أكد أن مصر لديها 3.5 مليون طالب جامعي يمثلون القوة العاملة المستقبلية، وفي طبعا دخل استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه لإنشاء 16 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية. وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني كجزء من استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالحماية الفعالة من التهديدات السيبرانية، وما طبعا يفترض أن تكون قضية الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات من عدة محاور تتضمن التوافق مع أعلى معايير الأمن السيبراني. دي كانت أخبارنا النهاردة، وفاصل سريع هيكون مع حضراتكم زميلتي العزيزة شيرين الشايب، وهيكون في ضيافتها الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية للحديث عن توقيع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عقد شراكة استراتيجية بين مدينة الدواء المصرية وبعض الشركات الأجنبية الخاصة بصناعة الدواء.